مسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلاً مقمطاً مضطجعاً في مزود. وظهر باجتماع الملاك جمهوراً من الجند السماوي مسبحين الله قائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مصرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعاً في المزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي. وكل الذين سمعوا تعجبوا ما قيل لهم من الرعاة. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا كما قيل. ففي هذا اليوم كملت نبوات الأنبياء عن ميلاد الرب من بتول عذراء، فقد قال أشعياء النبي: ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل. كما قال دانيال النبي: كنت أرى في رؤيا الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنساناً آتياً وجاء إلى القديم الأيام. فقربوا قدامه، فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي لا يزول، وملكوته لا ينقرض. وقال أرمياء النبي: ها أتأتي أيام يقول الرب، وأقيم لداود غصنا برا فيملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل أمنا. وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. فيجب علينا الآن أن نتوجه بعقولنا نحو مزود بيت لحم، متأملين في سر تجسد الإله وولادته في مزود لأجل خلاصنا، عالمين أن بهذا يعلمنا احتقار أباطيل العالم، ويحثنا على الاتضاع ومحبة القريب والسعي في الخير، وأن نعيش بالفضيلة والتقوى المسيحية، عارفين مقدار الكرامة العظيمة التي صارت لنا بميلاد مخلصنا الصالح. ولأننا قد حفظنا الصوم الذي مضى وأقبل علينا هذا العيد المجيد، فلنقبله بكل ما هو حسن وطاهر، وإن نمد أيدينا إلى الضعفاء ونسد حاجة المساكين ونصنع الصلاح والسلام بين الناس، مقتدين بمخلصنا الصالح، ضارعين إلى الله أن يتراءف علينا ويغفر لنا خطايانا ويبارك في اجتماعنا ومنازلنا وأعمالنا، ويحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباوي البابا المعظم الأنبط ودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المقدسية، ويديم لنا رئاسته سنين كثيرة متمتعاً بسلام كنيسته ونجاح شعبه في الفضيلة، وأن يعيد علينا أمثال هذا العيد السعيد ونحن مشمولين بعناية ربنا يسوع المسيح الذي تجسد لأجل خلاصنا. له المجد في كنيستنا إلى الأبد، أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضاً من سنة 20 للشهداء، سنة 304 ميلادياً، استشهد 8140 شهيداً بمدينة إخميم، وذلك أنه لما كفر دقلديانوس بالإيمان ونشر عبادة الأوثان وأمر الولاة باضطهاد المسيحيين، وصل أريانوس والي أنصنة إلى إخميم، وكان معه الأنبا أبديون أسقف مدينة أنصنة. وتصادف وصول ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فلما علم الشعب المسيحي في إخميم بوصول الأسقف دعوه ليصلي لهم قداس العيد، لأن أسقفهم الأنبا أودوكيوس كان قد تنيح قبل ذلك بنحو شهر. لبى الأنبا بدون الدعوة وذهب إلى كنيسة أستير أي المخلص
الله.